وكل شيء صار متطلباتي أكبر، فصرت شوي تقيلة على مصر. أول شيء جل من لا يخطئ، كل إنسان بيغلط، وأوقات الإنسان لازم يغلط لأول شيء يعرف دجا حدوده وين بيفكر. بس غلطت واعتذرت ويمكن ما كان قصده، فما بدنا نكبر الشغلة أكتر ما هي. وعملت ريتويت وعملت، أنا أوقات بعمل لايك على شيء معين بيكون عم ينقال بيضحكني، مش على شيء خاصه بمريم. الفنانين صراحة يعني لو ما هي خبصت قبل شوي ما كنت قدرت لها هيدا الشيء أكتر، يعني اللايك اللي عملته على الخبر أول ما نزل. بس لما نحنا منحرف بالكلام منقطش بالفيديوز ومن ومن ومنجرب نعمل شر وحدا بيعمل لايك لهيدا الفيديو، مانا مهضومة. صار علقوا على الموقف اللي اخذتيه من إليسا وعم بيقولوا يعني في بعض الانتقادات السلبيه اللي اجت. مش حزين سعيد، القصه كلها هي محله بس انه الواحد يكون هيك